السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر حربي الأسطورة أسطورة في لعبة جديدة في لعبة أجل أنا لازم أتوتر كيف الكروب ده لازم أعيد المقطع. اللعبة دي حبيتها من المقطع اللي قبله اللي هو برين تست. يا جماعة اختبرها كده، اللعبة مرة رهيبة. الحلو في الموضوع يا جماعة إنها في الجوال مجانية، الكل يقدر يلعبها، الكل يا جماعة يقدر يختبر عقله. راح ألعب الجزء الثاني في المقطع اللي قبل. يا جماعة لعبت الجزء الأول حلو، جدي تعليقات كذا مرة رهيبة، ودي أقرأ تعليقات قبل ما أبدأ. أحد يقول لك تايمك طاح، كأدري من جديد. ركان يقول لك العب نسخة الجوال، نصيحة لأنه في مراحل تنزل الجوال ومراحل تقرب الجوال عشان الحل. والله شوف يا ركان بكل صراحة حلو، أنا بثرتكم يا جماعة، بقول لكم جوالي خايس، الميزانية مرة مضروبة يا جماعة، ما أدري إيش أشتري بي سي، أشتري جوال. فيا جماعة حلو صراحة، يعني صراحة حاليا الفترة دي أنا قاعد أجمع البي سي، إني أشتري بي سي وأضبط سيت أب لي قبل العيد. والله يا جماعة ما أقدر ألعب نسخة الجوال، لأن اللي لعب نسخة الجوال الجوال يسخن، الجوال يهنك، الجوال يعلق، الجوال يقطع، الجوال يرفع الضغط، وانا خاصة فيه رفع الضغط، ما فيه رفع الضغط. طيب الجزء الثاني يا جماعة يقول لك اللياقة والرشاقة مع اسماء. ايش دخل اسماء؟ شوي اكل اكل. كل مدرب الشخصي لاسماء وساعدها على اتباع اسلوب حياة صحي بالتزام التمارين اللياقة البدنية. لا ماني فاضي لك. الهروب من السجن نايس. في مراحل. العميل ادهم صبري. يا جماعه انا راح ابدا الهروب من السجن. الهروب من السجن يبغى ذكاء. يقول لك اتهم احمد ظلما ودخل السجن وقد التقطوا له صورا عند انتقاله. طيب كيف اثبت ان احمد الان مو القاتل او مو هو اللي سوى الجريمه؟ كيف اثبت ان احمد مو هو اللي سوى الجريمه؟ 1 2 3 4 5. ايش اللي صار؟ لابد ان يجد احمد طريق للخروج من هذا المكان باسرع وقت. نايس، صورتها صح. بعدين ايش ننتقل للمرحله الثانيه، يعني ان احمد الحين بيشرد من السجن، وانا راح اساعد احمد انه يشرد من السجن. نايس والله نايس صراحه. يعني دقيقه، كت من يوم غيرت عن ببجي بديت احس طعم اليوتيوب من جد. لابد ان يجد احمد طريق لحمايه نفسه في هذه البيئه القاسيه. اوكي يكلم هذا، يساعد ذا، يضرب ذا، يعطي أكل. كل نايس. دقيقة عرفتها والله اني عرفتها. نايس يس عرفت الحل. اعتادوا ان يدعوني احمد بالثلاث نقاط. شو القوي قوي ذكي رياضي، اشياء مرة كثير. احمد ذا يحتاج احمد الى بعض اصدقائه للتخطيط الى الهروب. حلو، اول شيء في الافلام حلو في كل مكان تدري مين يصيد حق الكتب. ليش؟ لان حق الكتب يقدر يهرب مطرقه، يهرب سكين، يهرب اشياء يستخدمها في ايش؟ يستخدمها في الهروب. فهذا هو التحليل البسيط يا جماعه لهذا الحل. اوكي صح، هذا معاه سكين يحطها هنا، بعدين هذا يعطي لاحمد. اوكي تعطي هذا. حلو نايس، ضبطت كل واحد. اوكي اعطي دنوت، هذا اعطي دنوت. حلو، هات الخبز. حط المفك في الخبز، امسك يا احمد. واو حط المفك في الخبز عشان يشترط. المرحلة السادسة، يجب أن يحفر أحمد حفرة كبيرة بهذا الزنيم. طيب أول شيء نشيل الصورة. لا يقفطني. أديدي أول ما يعدي
وقف. يلا 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 احمد يلا يلا يلا, يلا تكفى. لابد ان يجد احمد طريق الاخفاء ذا. روح الحمام. اوه لازم يشوفني. اوكي كذا 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 حلو وتدخله. انتهينا يا جماعة انتهينا انتهينا يا جماعة انتهينا. احفر نفقا كي تهرب. هذه حجر. لا هذا كيف اصلا؟ ما ابغى. ايوه ما حد فزت بس توقعت انه قفطني. اوه يعني انا من تحتهم بس الرسم مو واضح مع الرسم. والله نايس والله نايس والله نايس والله يا جماعه مره متحمس. ايش فيني متحمس؟ مره متحمس. لابد اني احمد اني افتح احمد هذا المفتاح. اوكي 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 ايزي ايزي ايزي. كيف في شيء هنا كذا على طول. حلو تمام تمام بسيطه بسيطه مي صعبه مي صعبه خلاص هذا هو الصح. تحاول كل مره خلاص كذا 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 انت حليته. حلو فكيته. فجاني فجاني قلت انقفط. حلو اول محاولة فشل. لابد ان يستاذ احمد ضغط التفتيش حتى يبدا بالخطة. يلا احمد ينوص احمد ذكي ينوص احمد ذكي. احتاج احمد الى هذا المفك. اوكي هذا لازم يستريح لازم يستريح ويلدن. اوكي كل تكفى كل هذا 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 حقك. خوي خوي ذلني ياكل. حبيته والله حبيته. هناك لوحة مخفية يمكن ان يفتح احمد باستخدام هذا المفك. هنا هنا اوكي هنا هنا واضح واضح واضح. بريزن بريك. اوه نسيت والله نسيت نسيت العسكري نسيت العسكري. حبة 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 هادي روقان. يلا يلا بعد اللي بعده بسرعة بسرعة. اخر واحد اخر واحد. رده رده رده. اوه المرحلة 14 بقي 6 مراحل يا جماعة. يقول لك يمكن فتح هذا الباب بمفتاح التبديل. فين مفتاح التبديل؟ اكس او اكس او اكس او. تمام الورقة عندي. اكس اكس اكس. المرة الأولى يا جماعة المرة الأولى. أنا أخوياني يجب أن يحرر أحمد صديقه. كيف أحرر صديقي؟ كفخة. طيب اها لازم احرك خوي اللي يحب الاكل. تعال تعال. اوكي غلط غلط. كيف احرك؟ نفس اللي قبل عيسى الله يرحم امك. يقول لك يجب ان يحرر احمد صديقه صديق واحد. ما ادري ايش اسوي. طيب حلو تخيل حرر ذا. افقع. رهيب 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 احمد رهيب 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 رهيب. لابد ان يجدوا طريقه للوصول الى الاعلى. سهله سهله يا رجل مي صعبه. اي سهله مي صعبه مي صعبه مي صعبه سهله. حطهم ثلاثه فوق بعض.
حلو. بعدين اسطورتي احمد اسطورتي اسطورتي تجي من يجد وسيله جنب الحراس، تاخذ السيف تطعنه، تعطيه الخبل ذا. صراحه بستخدم مساعده واحده، والله بخليها قدام يمكن نستخدمها. انديك عيسى انديك مساعدة، استخدم العصا حتى تجعلهم يقاتلون بعضهم البعض. صراحه ما ادري، صراحه ما ادري، والله ما ادري ما ادري، وعقلي صلب عقلي تنك بعد ضرب الحارس في وجهه، طال العصا في يد الحارس الاخر. جوي شيطان 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 والله شيطان. ليش كيف كيف خليهم؟ ليش احمد احمد ايش قاعد تسوي يا احمد؟ تحرك ما يبغى لها. افتح له التحكم واضغط الزر اكيد. انا تعبت، ضع انتر تحت الباب حتى يظل مفتوحا. والله اللي سويتها ورب العباد اللي سويتها ورب العباد ورب العباد اللي سويتها والله والله. وفكرت فيها، يجب ان يجد طريقه حتى يمنع الحارس مطاردتهم بينما يحاول عبقرينو فتح الباب. اوكي خذ كريك اعطيه معطل. طيب اوكي 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 احفر الثاني احفر الثالث. حلو سكا واو 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 فكرت فيها فكرت فيها. طيب يجوا ان يصلوا الى الغابة، هذول هم ايزي مي صعبة. هذا اللي محسد حسابه والله، هذا اللي بس لازم نهدي لازم نهدي. حلو الحين هم ما شردوا من السجن، بعرف الشرطي نحسبها بس نحسبها حساب. يلا روح امشي بسرعة. حلو 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 اللي بيبغى روقان. شرطي الحين يجي؟ شرطي ما جاء، من تجي الشرطي؟ اوكي دير نتحرك نوقف نتحرك نوقف نتحرك. احمد الشرط احمد نجاة يا ولك. لا يمكننا دخول المدينة ونحن هاربون من العدالة، لابد أن نتعلم العيش في البرية. أحمد يبدو أننا سنخوض مغامرة جديدة حفظاً منه التالي. هذه نكملها متى؟ نكملها إن شاء الله في الجزء الثالث إذا فيه يا جماعة. طيب يا جماعة كما كيس حربي عيش الأسطورة تستر مايك حلينا 20 سؤال يا جماعة تقريباً 45 دقيقة صراحة، يعني طولت شويتين. اتصلوا لايك والاشتراك، نشوفكم مقطع ثاني. سلام.